اولا نريد نتعرف بجنابك الكريم ونريد نعرف اساس هذه اللجنه شنو خرجت على شنو. حياكم الله. انا علي اسماعيل نعم الفريجي، مدير رقابه تجاريه بوزاره التجاره. تشرف. الحقيقه يعني من ضمن مهامنا الرئيسيه انه متابعه الوكلاء، اشراف مباشر وتوجيه مباشر من معالي الوزير الاستاذ الاثير الغريري وتوجيهات مدير عام دائره الرقابه التجاريه بانه القيام بجولات تفتيشيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه. نعم. شركات الغذاء، دائره التخطيط باعتبارها الجهه المسؤوله عن الوكلاء، بجولات تفتيشيه دوريه مستمره لمتابعه تجهيز مفردات السله الغذائيه. طيب. طبيعه الخزين، اليه الاستلام والتسليم للمواطنين. جي. واضافه الى ذلك قيام بمسوحات ميدانيه للعوائل مقترحاتها بشان السله الغذائيه، ما يتعلق بنوعيتها، اليه الاستلام والتسليم، كل ما يتعلق بالسله الغذائيه نغطيه من خلال قيامنا بجولات. طيب. التفتيشية المستمرة. هاي الجولات توجيه السيد وزير التجارة خلال مدة معينة؟ لا لا، هو توجيه معالي السيد الوزير أنه تكثيف الإجراءات واستمرار بالجهود الاستثنائية في سبيل إيصال السلة الغذائية بتوقيتاتها المحددة بنوعياتها واستطلاع آراء المواطنين في سبيل تحسين. طيب. مفردات البطاقة التموينية تماشيا مع البرنامج الحكومي.